لفائف التورتيلا باللحوم الباردة من نبيل، 5 أرغفة من التورتيلا من حبش مدخن من نبيل، روست بيف مدخن من نبيل، 1/4 كوب خردل، 1/4 كوب مايونيز، وكوب جبنة شيدر مبروشة، أوراق الخس أو الجرجير حسب المتوفر عندكم. هو منضيف شوية من المايونيز على خبزة التورتيلا وشوية من الخردل، يعني وبعديها بدنا نفرد المايونيز والخردل. افرد يا سيدي افرد. طيب هاي احنا هون اضفنا الجرجير او الخس او حسب ما هو متوفر عندكم. بعديها بدنا نضيف جبنة شيدر وجبنة موزاريلا، واللي بدكم اياه استخدموه حسب ما انتو بتحبوا. الان اول شيء بدي ابدا بالروست بيف من نبيل اللي اكيد ما له بديل. هيو ناخذ 4 شرحات من روست بيف نبيل. شايف سمير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. وبناخذ 4 شرحات. رشم. شو الوضع؟ شو الوضع؟ روعة. تمام؟ هذا مدخن؟ كله سموكتي طبعاً. كله سموكتي طبعاً. وبناخذ كمان يا حبيبي أبو سمرة. إيش هذا؟ روست. روست نعم. أوكي. وبناخذ كمان 4 شرحات. من حبش. ها طبعاً فكرة للسحور. لانه نبيل معك من الفطور للسحور ومن عيلتنا لعيلتك ابدا. اوكي بنسكر طرفين هالخبزه سمير بهالشكل. شايف اخوي؟ عشان تلم. طبعا. الام بتلم صح والله. وبعديها بنلفها يا سمير بهالشكل. شفت لي هالفتله شوي شوي سمير امبارح بعث لي امبارح فيديو قبل الفطور يمكن ب5 دقائق يا زلمه هلكتني مسوي فتك طاب خملفوف على فتي. على خير الله فتي هيك طبقاتها هيك يا بي. انا الفتات بضعف امامهن صراحه. مسي لي عليها الحجه طبعا. بنمس بهي امي ابو عون بمسي عليك ويعطيك الف عافيه. يا عيني يا عيني. طيب بعد ما لفيناهن شو بنسوي؟ بنجيب ورقه الومنيوم فويل. منين؟ اكيد من ارزي. بنحطها هيك وبنجيب السندويشه نحطها هون وبعديها يا سمير بنلفها بهالشكل. اوكي وبعديها بلفها هيك وبحطها في الثلاجة حتى تمسك على بعضها. والله